على يميني وعلى يساري أعداد متزايدة من المركبات المتوقفة على طريق الدولي السريع الرابط ما بين محافظات الجنوب والعاصمة بغداد، ينتظرون إشارة أو ضوء أخضر من المعتصمين في حال فتح الطريق أمامهم لسيرهم بشكل انسيابي. هذا الأمر وإن اضطر سائقي تلك المركبات الجلوس وانتظار فتح الطريق، إلا أن المعتصمون أرادوا تخفيف ذلك عليهم ليقدموا لهم الخدمة بما استطاعوا. السائقون تحدثوا عن انتظارهم الطويل والمعتاد في نقاط التفتيش، ولا ضير أن ينتظروا في هذه القطوعات تضامنا مع أخوتهم بمطالبهم المشروعة. عادي التأخير؟ عادي، يعني احنا متعودين على التأخير. متعودين؟ زين، احنا باقي السيطرات ننام بيها 3 ساعات و4. جيش وقفنا والله ليل ونهار نبقى على السونار، هنا 5 دقائق ما تأثر علينا. قطع الطرق اختلف عن الأمس بوضع الأعلام العراقية وتوابيت، حيث الشباب أصروا على الحديث بأنهم مع المطالب والتصعيد السلمي فقط. أهالي الديوانية باعتصامهم السلمي واحتجاجهم على الطريق الدولي، طبعا قطعنا الطريق الدولي بإعلام العراقية وكذلك بالتوابيت، الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية وبالأدوية يمكنها العبور لأنه القطع جزئي وليس بصورة كاملة، طبعا بدون لثام بدون حرق سلميين. الأيام المقبلة قد تشهد خطوات تصعيدية أخرى وقد تبدأ بنقطتها الأولى وهي القطع المستمر بدون تحديد ساعة معينة لمرور المركبات. نوعا ما التصعيد بدأ هادئ دون حرق، قطع بتوابيت بأعلام عراقية، كيف تصفون هذا القطع؟ طبعا هي مهلة الناصرية اللي هي مهلة وطن، من بدايتها كانت تثقيف لها سلمي بلا حرق بلا لثام، فقط بالأعلام واللافتات اللي تحمل المطالب المركزية. القطع مستمر بالتنسيق مع جميع المحافظات الوسط والجنوب بها، تعليمات يوميا تصدر من خلال الناصرية وتتعمم على جميع المحافظات. ويؤكد المعتصمون في تصعيدهم بأنهم لا يريدون سوى أن تستجيب الحكومة لمطالبهم وحقوقهم المغيبة التي أبقتهم في دائرة النسيان. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.